الحمد لله ما بعد يجيبون النمر، برجع بحمل فلوق ان شاء الله ينحمل يوم ما يوصل. لا تركزون على الشاشه والنظافه، طبعا الجهاز عندي يا من 2012 يعني الحمد لله الحين شقر كويس. هذا الفلوق عدل حتان 3 دقائق. حلو الحمد لله تقريبا خلص، خلاص الحين تضرب النمر يعني كل ما خير. الحين باقي الصوره دي ممتازه دن، بس باقي النشر الحين. وقبل ما نطلع صح خلت اوريكم اللابتوب بدات تنبت. شوفوا هنا صار، هنا الثاني طلعت، هذه الكاميرا حطها عليه بسوي تصوير التايم لابس بتشوفونه بعدين. السلام عليكم، اهلا فيكم في فلوق جديد. اليومين ذي ما صورت انا فيهم، بس بعطيكم الاشياء اللي صارت فيهم. اول البارح كانت عندنا عاصفه جات، كنت بصور ذاك اليوم بس ما قدرت لان الجو ما يأهل للتصوير، انك ما تشوف اللي قبالك. كنسلت وما صورت. اول امس قبل ما تجي العاصفه كانت طياره خالد الدوسري، اذا نسيتوا هذا صورته، هو زواجي بعد اسبوعين تقريبا، فعلى البركه خالد مقدما. الحمد لله طارت طيارته. طبعا المعروف في ديسمبر عندنا تاخير الطيارات كثير، مثل ما تشوفون السنه اللي طافت تشوفون رابط طلع لكم في الدائره فوق. كان خالد وخليفه بيطرون وانا برضو معاه في نفس المطار، لكن انا رحلتي غير، هم رحلتهم تكنسلت. طبعا هو في ديسمبر معروف كثير من الرحلات تكنسل. المهم الحمد لله طياره خالد ما تكنسلت. عبد الله امس وصل المطار وتكنسلت طيارته، كلمهم قال لهم يمين يسار شيء ابي اسافر، قال ما في، قال لهم زين بكره، قال له برضو بكره في طيارات راح تتكنسل وفي طيارات ممتلئه اللي بتطير. فاخذ طياره على بيلينجز تبعد ساعتين من عندنا، الحين الساعه 9 عندنا، بيمشي من الحين على ما يوصل بيلينجز. اصبروا اسلم عليه الحين. محمد البقمي برضو بعد اسبوعين زواجه وطيارته اليوم، خايف محمد البقمي تكنسل طيارته من ضمن طيارات تكنسل. انا اللي راح اوصل محمد البقمي المطار ونشوف. خلينا نبدا الحين. انا كيف اخطر هنا؟ والله ما في الا كذا. يا اخي ده ما يشتغل عندهم، طقط فيه الحاله يا نسيك. كانسلت الطيارات كانسل. حسبت هنا كانسل مره ثانيه، قلت على طول خش عليك كانسل. امس ستورم كان هذا يحسب. والله غبار ثلجي يعني. اي امس ما تشوف قدامك كلش كلش. هذه ترى من اكثر الرحلات اللي مرت علي في 22 ساعة. انا طقيت مدة 42 ساعة لما اوصل. تخيلوا تقريبا يومين جلس في المطارات يتنكر. والله سحبنا على ابو نمر لنا تقريبا 15 دقيقة تركينا تحت. تدق علي؟ ما شو توقع؟ تو الناس الخوي. والله ما بزي الخوي. لا مو صدقك موقعت ها؟ تدري ديبو شو تقول؟ ابى اخذ السكجول بس حق السجل، قلت في الورقه اكتب اسمك وحط الاي دي حقك وتعال لي بعدين. لا والله قسم بالله. روح 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 بسرعه وخليك. توك الحين الخوي بروح اكلمه. جاء خليفه. اذا ذا احنا ناخذ. لا دحلس انا دحلس ما عندي مشكله عادي. لا عندي فلايت الحين، هذا رحلتي زي كذا. انا كان الاختبار. طيب عندك اسبوعين ما ادري كم مره كنت عندي اختبارات كان ذا سمستر موقع. لا ترى هو له سنه تقريبا الحين خلوه. مره اضطر انك لا تعادي. لا تواري كم الحين؟ ما بسنة تقريبا الحين التوقيع؟ لا والله قبل سنة. الحين صار 8 أشهر بالضبط. 8 شهور يقول لك يمكن. خوي جنود طلعت حق مستبيشي ما ادري متسوبيشي ولا مستبيشي اسمه؟ متسوبيشي. لا فيها زعانة في السيارة. فيها زعانة صح؟ خوي ذيك طارت الطيارة ها؟ هذه شو حظك؟ الحمد لله شوف هذه طيارة طالعة. هذه مو دلتا ولا يونايتد. دي حق واحد هنا يمكن. اي هذه ما انت ناس واحد طالب. والله لو بصدق الجماعه. شنو بصدق الجماعه؟ لو انك مانشستر. لا لو انه في لندن. ايه كان كيف؟ كان كلام والله العظيم رجل متعه. خلاص ما تسكن عندنا، يسكن بالسعوديه. طياره ينزل يحضر طياره ثانيه يرجع. يسكن في الكامبس.
وكنت بندوم الشتل حقهم. قال لي يوصل المطار يجيب المطار. بس كم خمس ساعات بين السعودية لا؟ خمس ساعات 25. وهنا كم؟ 22 ساعة؟ وهنا 22 دقيقة؟ هذا أقصر شيء. والله ثلاث طيارات ما في أمل طيارتين إلا إذا طلعت من هنا على لوس أنجلوس في رحلة دايركت، بس لازم تقعد في لوس أنجلوس يوم. لا هنا طيرت السيارة. ها؟ زيت سيارة. ليش؟ عشان انت تروح هناك على طول، تروح تكنسل هنا تروح هناك على طول باذن الله. قول لهم ترى عندي زواج وعندي كذا باذن الله، بيطيرون الطيارة علشانك خوي. يلا سوي سوي. هات السيارة. ها؟ عندك ليش تعطيني اياه؟ باقي احد يمشي ولا خلاص؟ خلاص كلهم مشوا. يلا وعدنا العصر ولا في انا العصر بروح المستشفى الحين. كيف اصعد انا خشينا الا هالطريقه وبس كذا؟ الحين الشباب كلهم مشوا، ابو قلان وخليفه. في نهايه الفلوق لا تنسوا الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، والسلام عليكم.